شعبه سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل. ينعى ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم. سنة من الغياب لم تنقص من مستوى حضورك في القلب، وذلك لأن هدفك الأسمى منذ البدء هو أن يعيش الجميع سعداء، ورحت تفني عمرك من أجل ذلك، ومن أجل ذلك ستبقى خالدا أبدا في القلب والذاكرة، ولا يمكن لشيء أن ينال من بهاء حضورك هذا. كل كلمة هي امتداد للحرف الأول الذي قاتل جلالته بواقعية كاملة من أجل أن يكون موجها لوصول المجتمع العماني إلى المحل المرموق واللائق به في العالم، ومعيدا لشهرة عمان وقوتها وقيمتها التي عرفها التاريخ. كان وطننا في الماضي ذا شهرة وقوة، وإن عملنا باتحاد وتعاون فسنعيد ماضينا مرة أخرى. كل شبر في عمان سيبقى لسانا صادقا وواضحا ينطق بمقاصدك وقيمك وأفكارك ومعانيك السلطانية العالية، والتي تعامل معها أبناؤك كجزء رئيس في بنائهم الإنساني، وخافوا عليها من كل ما يمكن أن يناهضها. يا مرحبا بعالي الوصول، نقل الصناديد الكمات بين الكواكب والفصول، قابوس حزت المكرمات. منذ الوعد الأول الذي لم يخلف والعهد الذي لم ينكث، وأنت تحقق الأحلام وترفع مشاعل العلم الحرية والشفافية، وحتى يومك الأخير على هذه الأرض وأنت أكثر إصرارا على أن تجعل الشعب يعيش استمرارية السعادة والطمأنينة والاستقرار، وذلك ما تمثله وصيتك بالسلطان هيثم بن طارق أعزه الله، الذي ترافقه تحديات كثيرة، ولكنه رغم معرفته بذلك أطلق وعده الأول المتطابق في معناه مع وعدك الأول، متعهدا أن يترسم خطاك وأن يرقى بعمان إلى المكانة المرموقة اللائقة بها. أعمار من الغياب لا يمكن أن تنقص من منسوب حضورك، فأنت غرس في القلب وثبات في الذاكرة ونقش في الروح. أحسنتم، بأمان الله.